يعطيكم العافية السابع. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن النباتات الوعائية. رح نحكي اليوم عن النباتات الوعائية اللي حكينا عنها المرة الماضية، النباتات التي تحتوي على أنسجة وعائية وهي الخشب واللحاء. أخذنا المرة الماضية عن النباتات، حكينا تصنيف النباتات، تعد النباتات من خصائصها كائنات حية حقيقية النواة، وبرضو حكينا ذاتية التغذية وعديدة الخلايا، وحكينا بتحتوي معظمها على أنسجة متخصصة سميناها في الأنسجة الوعائية. هلا حكينا في عنا نوعين من الأنسجة الوعائية اللي هي الخشب واللحاء. شو حكينا وظيفة الخشب؟ ينقل الماء والأملاح من الجذور للأوراق. إذا الخشب ينقل الماء والأملاح من الجذور للأوراق، أما اللحاء ينقل الغذاء من الأوراق إلى جميع أجزاء النبات. وحكينا كمان إنه في عندي نوعين من تقسم النباتات اعتمادا على الأنسجة الوعائية، في عندي لا وعائية ووعائية. اللا وعائية وهي النباتات التي لا تحتوي على أنسجة وعائية مثل الفيوناريا، والوعائية التي تحتوي على أنسجة وعائية مثل الزيتون. بعدين حكينا يا سابع في إيش تمتاز النباتات الوعائية عن اللاوعائية؟ حجمها كبير هي الوعائية، وتركيبها معقد، وقدرتها على العيش في البيئات اللي هلأ رح ندرس عنها النباتات الوعائية. صنف العلماء النباتات الوعائية وفق طرائق تكاثرها. كيف يعني؟ كيف تتكاثر هاي النباتات؟ إلى مجموعتين، إما نباتات بذرية أو نباتات لا بذرية، إما نباتات بذرية أو نباتات لا بذرية. هلأ النباتات البذرية وهي النباتات التي تتكاثر في البذور. يا سابع بيكون في عندي بذور بتتكاثر عن طريق البذور، مثال عليها الحمضيات والصنوبريات، هاي اللي بتحتوي على بذور في ثمارها. الحمضيات والصنوبريات تحتوي على بذور داخل الثمرة، عشان هيك بتتكاثر عندي في البذور. النباتات اللابدرية وهي التي تتكاثر في الأبواغ، النباتات اللابدرية وهي التي تتكاثر في الأبواغ، مثال عليها السرخسيات. أكثر النباتات انتشاراً في البيئة مين؟ النباتات البذرية. إذن صنف العلماء النباتات الوعائية وفق طرائق تكاثرها لمجموعتين، إما بذرية أو لابدرية. البذرية اللي بتتكاثر في البذور، مثال عليها الحمضيات والصنوبريات. اللابدرية بتتكاثر في الأبواغ، مثال عليها السرخسيات. أكثر النباتات انتشاراً بالبيئة مين؟ النباتات البذرية. أكثر النباتات انتشاراً بالبيئة اللي هي النباتات البذرية. إذن مجموعة النباتات الوعائية، صنف العلماء النباتات الوعائية إلى مجموعتين، نباتات بذرية ونباتات لا بذرية. النباتات البذرية تتكاثر في البذور، اللا بذرية تتكاثر في الأبواغ. مثال على نباتات بذرية الحمضيات والصنوبريات، أما اللا بذرية وهي السرخسيات. أكثر النباتات انتشاراً بالبيئة مين؟ هي النباتات البذرية. إذن أكثر النباتات انتشاراً بالبيئة النباتات البذرية. النباتات البذرية من اسمها بذرية، لها قدرة على تكوين تركيب يحتوي كل منها على الجنين وغذائه، وتسمى هذه التركيب البذور. إذن النباتات البذرية لها قدرة على تكوين تركيب، طبعا اللي هي البذور بتكون داخلها، والبذور هي اللي بتصير في عندي مراحل حتى توصل للثمار. يحتوي كل منها على الجنين رح يكون فيها داخلها، وتسمى هذه التراكيب اللي بنحكي عنها لها القدرة على تكوين جنين وتكوين ثمرة وتكوين أزهار، وهي البذور الأساس في عملية التكاثر. إذن هنا في عندي كمان صورة للخنشار، هاي البذور اللي بنحكي عنها، هاي البذور خارجية. إذا لما نحكي إحنا كيف تتكاثر في البذور، هاي بذورها خارجية مش داخل الثمرة. رح نرجع نعيد، مجموعة النباتات الوعائية، صنف العلماء النباتات الوعائية إلى مجموعتين، نباتات بذرية ونباتات لا بذرية. البذرية بتتكاثر في البذور، مثال على النباتات البذرية الحمضيات والصنوبريات. اللابذرية في الأبواغ، مثال على اللابذرية السرخسيات. مين أكثر انتشار في البيئة موجود بطريق أكثر، يعني في كمية أكثر، وهي النباتات البذرية التي تتكاثر في البذور. هلأ النباتات البذرية لها قدرة على تكوين تراكيب يحتوي كل منها على الجنين وغذائه، وتسمى هذه التراكيب بالبذور. هاي في عندي هاي بذور الخنشار، محفظة. ليش سميناها بالمحفظة؟ تعمل على حفظ هاي البذور، يعني سميناها كيف إحنا المحفظة بنحط فيها المصاري والأشياء للحفظ. وبرضه هنا في عندي الخنشار، هاي بذورها موجودة عندنا في الخارج مثل ما إحنا شايفين. هاي طبعا رح نحكي عنها المرة الجاي، اللي هي البذور اللي مثل المخروطيات والأشياء اللي ما بتتكاثر البذور داخل الثمرة، اللي بتكون عندي في الخارج. هيك بنقول يا سابع خلصنا الجزء الثاني من الدرس. نكتب يا سابع التلخيص على الدفتر وبعثوا لي على المنصة، ورح نرجع نراجعه في الزوم. طبعا أنا ماشي شوي شوي حتى تتركز معلومة النباتات 100%، يعني كل مرة رح ناخد فكرة أساسية ونضل نحفظ فيها ونعيد فيها بحصة الزوم إن شاء الله. ويعطيكم ألف عافية.